الرئيس السابق حيكر خرج واحد تدوينه قال فيها بان افتتاح تاع مركب زفزاف كان يعني في العهد ديالو، وانتم تتعاودوا تفتتح تاع المركب، شنو رايك فيه؟ هذاك كانت حفله ديال لا ريسبسيون دي ترافو اجوردي، هالافتتاح ويمكن تعملوا مقارنات. اليوم ما خصناش ندخلوا في هذا، ماشي هذا هو المنطق باش كنخدموا. هذه صيروره باش نكونوا واضحين، هذه صيروره تم تخصيص المبلغ المالي في المجلس السابق ديال 2009 2015 اللي كنت انا نائب الرئيس عنده تفويض ديال الثقافه، وتمكننا باش نجيبوا الامكانيات الماليه وحنا اللي عملنا البلان الاول، ولكن ماشي هذا موضوعنا. الاستمراريه كل واحد كيوضع لبنه من لبنات ديال بناء الثقافه، الى الاساس في الفكر الثقافي هو الكران الذات، لان المهم هو المشروع الثقافي وما نقدمه للساكنه، ماشي المهم هو شكون اللي داروا، من يتبناه، يتبناه الساكنه ديال المعارف، هذا هو المهم.